والله بعد اللي انا سمعته ده يعني بقى انتوا في نضال بقالكم كتير قوي من حق من في يعني ما فيش اي حاجه تتقال غير انه الواحد ينحنى لكم تحيه بجد. لا لا انتوا بقالكم سنين بجد بتنضلوا من يعني عشان خاطر حقوقكم وبجد لازم الواحد ينحنى لكم والله بجد برافو عليكم يعني. انا يعني فعلا ما فيش اي حاجه تتقال بعد الشهادات دي. انا هقول نقطتين بسرعه جدا. في يافطه مصدرها الاعلام انه مصر بتحارب الارهاب ومصر في طريقها للديمقراطيه فاخرس وما تتكلمش ولما تشوف اي انتهاك عديها دلوقتي عشان احنا اصلنا في ظروف صعبه. اللي انا اعرفه انه دي شغله الشرطه والجيش والمفروض ان انا ابقى عايش امن في بيتي. الناس دي بتاخد من ضرايبنا ومن موارد الدوله عشان خاطر يشتغلوا شغلتهم انه انا ابقى عايش امن في بيتي. دي النقطة الأولانية. فيطلع شوية ساسة أو شوية استشاريين لو سمحت اقعد ساكت عشان احنا في ظروف صعبة. وممكن يعني أنصح الشباب نصيحة لطيفة إنه قدموا كلكم في الجيش يا جماعة. الضباط بيقبضوا حلو قوي وعندهم أحسن مستشفيات في البلد وعندهم فنادق وعندهم نوادي على النيل فيعني ده حل من الحلول. بس بما ان احنا رافضين ان احنا نبقى ضباط جيش ونعيش الحياه دي احنا عايزين نبقى عمال عايزين نبقى دكاتره عايزين نبقى مهندسين. فانا بقول لهم ان احنا هنفضل زي ما احنا مكملين في الحته دي لحد ما ناخد حقوقنا كامله. اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم. المواطن ذوي الاعاقه مش عايز يبقى عالة على المجتمع ومش عايز يشحت. هو عايز حقه. احنا اتحدنا مع بعض وضغطنا على لجنة الخمسين وفعلا فعلا اللي احنا كنا عايزينه هو اللي كتب في لجنة هو اللي كتب في الدستور. ولكن زي ما حصل في القانون العمال او قانون العمل حصل معانا برضو كده كمجتمع ذوي اعاقة ظهرت مسودة بترجعنا تاني لورا